بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم تتكلم عن الجيومورفولوجيكال بروسيسز، العمليات الجيومورفولوجية، وهي كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن موضوع تعريف الجيومورفولوجي وعلاقتها بدراسة تضاريس سطح الأرض والعوامل اللي هي بتشكل شكل الأرض. وقلنا انه من تعريف الجيومورفولوجي انه الجيومورفولوجي هي عبارة عن دراسة لشكل الظواهر وتضاريس المكونة لسطح الأرض، بالإضافة إلى العمليات التي تعمل على سطح الأرض والتاريخ تطور هذه الظواهر. الآن بنشوف احنا انه زي ما حكينا انه العمليات هذه التي تعمل على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين رئيسيين، هما العوامل الداخلية الاندوجينيك بروسيسز والعوامل الخارجية اللي هي الاكزوجينيك بروسيسز. وزي ما قلنا العوامل الخارجية هي التي لو رجعنا بالمحاضرة للسابق المحاضرات السابقة بنشوف انه تكلمنا عن الجيومورفيك بروسيسز، وهنا في عندنا الاندوجينيك وهي التي تنشأ بفعل التكتونيك بليتس وحركة الألواح التكتونية، وهي بتكون بطيئة وجزء منها بيكون سريع زي الفولكانيكس والإيرثكويكس والزلازل. والإكزوجينيك هي اللي لها علاقة بالعوامل الخارجية زي التجوية والتعرية والترسية. طبعا هذه زي ما حكينا هي عبارة عن عوامل الداخلية والخارجية لمصدر الطاقة المسؤول عن تشكيل سطح الأرض. زي ما حكينا في المحاضرات السابقة الإكزوجينيك والإندوجينيك بروسيسز هي العمليات بشكل عام مصدر الطاقة إما خارجي وإما داخلي. بنرجع في المحاضرة هنا نفسها بنشوف في المحاضرة عندنا ان العوامل الخارجيه مصدرها طاقه الشمس واللي هي تنشا عنها حركه الرياح والدوره الهيدرولوجيه، هي دوره المياه في الطبيعه. وبنشوف ان الرياح هي التي تنشئ التيارات البحريه والامواج، وبالتالي الرياح تقوم بعمليتين: عمليه انشاء الامواج وهي تحرك الامواج، والعملية الأخرى هي عملية العمليات الهوائية اللي بسموها يوليان بروسيسز، العمليات الهوائية اللي بسموها يوليان بروسيسز، وهي عمليات التي تقوم بها بفعل نحت الرياح وقوة طاقة الرياح. والنوع الآخر هو تحريك الأمواج وتكوين ما يعرف بالعمليات عمليات الشاطئية أو الكوستال بروسيسز، الكوستال بروسيسز، وهي التي تنشأ بفعل عمليات الرياح. ايضا الهيدرولوجيكال سايكل وهي المسؤوله عن تكون الامطار وبالتالي تكون الفلوفيال بروسيسز، العمليات النهريه وهي التي تنتج عنها سقوط الامطار والجريان السطحي. طبعا هنا بنشوف العمليات الفلوفيال يوليان فلوفيال والكوستال بروسيسز، العمليات البحرية اللي ناتجة عن تآكل الشواطئ بفعل عمليات الأمواج، والعمليات البيولوجية وهي جزء من العمليات الخارجية اللي تشمل عملية التجوية، التجوية الميكانيكية أو البيولوجية أو الكيميائية للصخور. طبعا بكل مسؤول هنا عندنا هذه عوامل خارجية، العامل الداخلية زي البليت تكتونيكس حركة الألواح التكتونية، والحرارة الداخلية للأرض زي البراكين والزلازل التي تقوم بحركة الألواح التكتونية وتكوين الجبال وتكوين أيضا تغيير مسارات الأنهار وتكوين الشلالات. هذه كلها تندرج ضمن المصدر اللي هو إندوجينيك، العمليات الداخلية التي تساهم في تشكيل الأرض. طبعا العمليات الجيومورفولوجية هنا في عندنا مجموعة من العمليات الرئيسية.
اللي هي الجرافيتيشنال بروسيسز، وهي العمليات المسؤولة عنها، العمليات التي تقوم بفعل الجاذبية. الجاذبية الأرضية هي التي تقوم بعمليات تشكيل سطح الأرض وتغيير في نقل الكتل وغيره. في عندنا كمان العمليات السيرفس ران ووتر، وهنا بنشوف كيف الجاذبية بتلعب دور بحركة الكتل. الجاذبية بتلعب دور في حركة الكتل، بحيث أنه المسؤولة عن انتقال الكتل من الأعلى للأسفل هي عبارة عن الجاذبية. المسؤولة عن جريان المياه هي الجاذبية. يعني الجاذبية هي عامل مهم جدا، مسؤولة أيضا عن اللاند سلايدز والماس موفمنتس أو حركة الكتل. العامل الآخر هو السيفس رانينج ووتر، المياه السطحية الجارية، سواء تسمى بالسيفس ران أوف أو الفلوفيال بروسيسز، العمليات النهرية، وهي العمليات التي تكون فيها عملية تشكيل تكون الأنهار والمجاري المائية والأودية المائية والنحت بفعل العمليات النهرية. أيضا عندنا الجراوند ووتر أند الكارست سوليوشن، وهنا العمليات أو التضاريس أو المظاهر التي تنشأ بفعل المياه الجوفية وعملية الإذابة للصخور الجيرية. الويند أكشن، الويند أكشن هنا حكينا عليه قبل شوية، اللي هو عبارة عن الأيوليان بروسيسز أو العمليات الهوائية، وهي العمليات التي تتشكل بفعل حركة الهواء. قلنا gravitational processes، fluvial والكارس سوليوشن، وأربع عندنا الأيوليان بروسيسز. أيضا في عندنا اللي هو الفلوينج آيس أو حركة الجليد، وتعرف بالجلاشيال بروسيسز، العمليات الجليدية التي تقوم بنحت وتشكيل سطح الأرض. كمان في عندنا الويف أكشن، وحكينا عليه قبل شوية، بسميناه الكوستال بروسيسز، العمليات اللي تنشأ بفعل الأمواج والتيارات البحرية، وهي مسؤولة عن تشكيل المظاهر الطبوغرافية البحرية. أيضا في عندنا هذول الهيومن as geomorphic agents، الإنسان ممكن يعتبره أحد العوامل الجيومورفولوجية، وهو عامل سلبي على الجيومورفولوجيا، بحيث هو بيغير بشكل كبير من الطبيعة وبسرعة كبيرة جدا. بينما العوامل الأخرى، الست العوامل اللي في الأعلى، هي عوامل طبيعية، هاي كلها عبارة عن بنسميها natural processes، عمليات طبيعية. بينما الإنسان هو عملية بيكون دوره خارجي ودوره دخيل على العمليات الطبيعية. الإنسان طبعا دوره بيكون كيف دور الإنسان في الجيومورفولوجيا؟ الإنسان بيبني السدود على مصبات الأنهار، وبالتالي يساهم في تغيير شكل هذه الأنهار بسرعة كبيرة جدا. يعني لو النهر يحتاج إلى آلاف السنين لكي يغير شكل المجرى، عند بناء السد فإن الإنسان بيلعب دور في تغيير شكل المجرى أو تحويد المجرى أو تغيير كمية تدفق المياه، معدل النحر، بيشكل ما يعرف بيسموه باللوكال بيز لاين من خلال إنشاء سد، وبالتالي بيخفف من قوة جريان المياه. كمان الإنسان دوره بيكون في عمليات إنشاءات على الشاطئ، وبالتالي بيعمل تغيير في شكل الشاطئ، أو من خلال عمليات نقل الجبال والأنفاق. كل هذه عمليات بيقوم بها الإنسان، وهي تتميز بأنها عمليات سريعة. يعني التغير الجيومورفولوجي الناتج بفعل الإنسان بيكون سريع جدا وبكميات كبيرة جدا، أكثر من عمل الطبيعة. الطبيعة تحتاج إلى آلاف السنين وإلى وقت طويل جدا، بينما الإنسان ممكن أن ينسف جبل وينقل جبل خلال عدة أشهر، بينما الطبيعة تحتاج إلى ملايين السنين لعمل تغيير في الطبيعة، تغييرها بطيء. ممكن كمان الإنسان من خلال عمليات الليفلينج، وهي عمليات تسوية الأراضي، يعني يزيل اللي حط العالي في الواطي، وبالتالي بيغير في شكل طبوغرافيا المنطقة. أول عامل حنتكلم عنه في المحاضرة هذه هو عبارة عن الجرافيتيشنال بروسيسز، وهي العمليات المسؤول عنها أو عمليات الجاذبية.
الايرث ماتيريال ار سبجكتد تو ستريس اند سترين، كل جزء او كل كتله على سطح الارض هي عرضه للاجهاد والانفعال. الستريس او الستريس هي عباره عن القوه الواقعه على وحده المساحات، والمقصود بالقوه هنا هي عباره عن قوه الجذب، قوه الجاذبيه الارضيه، وهي القوه الناتجه بين كتلتين. طبعا اي كتله صخريه لها وزن، والوزن هذا يتعرض لجذب طبعا حسب قانون الجذب العام. فاحنا عارفين انه قانون الجذب العام بيقول انه قوه إنه اي كتلتين هناك تحدث بينهم قوه جذب تساوي ثابت الجذب العام في الكتله الاولى في الكتله الثانيه على مربع المسافه بينهما. هذا قانون الجذب العام. وبالتالي اي جسم سواء على سطح الارض او خارج الارض يقع بينه وبين الجسم الاخر قوه جذب. هذه القوه طبعا بيلعب دور اساسي فيها وزن الجسم، وايضا في موضوع وبالتالي الجذب هذا ينقل الكتله من مكان الى مكان. ولكي تنتقل الكتله من مكان لمكان لابد من توفر سطح مائل، لابد من توفر سطح مائل، لانه اذا كان الجذب على سطح مستوي لن تتحرك، لان الجذب حيكون راسي وهناك مقاومه من الصخر للاعلى. بينما في حال وجود منحدر وكانت توجد عليه كتله، هذه الكتله على المنحدر سوف تنزلق باتجاه الميل بفعل الجاذبيه وبفعل الوزن. طبعا وحنلاحظ انه كل كتله هناك قوه جذب تسحبها وقوه معارضه لها معاكسه، وفي عندنا اتجاه سحب باتجاه الميل سموه داون سلوب فورس، وعكسه اللي هو عباره عن قوه الاحتكاك الناتجه من الفريكشن. قوة الفريكشن هي عبارة عن قوة المعارضة والاحتكاك التي تقلل من سرعة هذا الجسم. وفي عندنا وزن الجسم، وهناك كتلة قوة بتعارض وزن الجسم اللي هي قوة ردة فعل السطح للأعلى. طبعا يبقى كل جسم بيكون له انفعال وله ردة فعل أو السترين أو السترس. الانفعال طبعا هو القوة الواقع على الجسم، والسترس او السترين هي عباره عن الانفعال او رده الفعل، او ينتج عنها ما يعرف بالتشوه ديفورميشن بنسميه. السترين هو عباره عن ديفورميشن، التشوه الذي يحدث على الصخور او على الاجسام عند تعرضها الى قوه ضغط معينه. وبالتالي زي ما حكينا كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، طبعا بيلعب دور مهم جدا في عملية الاسترين والاسترس، موضوع نوع سلوك المادة اللي تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة. تكلمنا عن سلوك المادة الى بلاستيك سوليدز او الاستيك سوليد، وتكلمنا على الفلويد ايضا. وبالتالي الجاذبية هنا بتشكل اهم عامل من عوامل انتقال الكتلة وحركة الكتلة، وبالتالي هي أهم عامل من عوامل تشكيل سطح الأرض ونحت سطح الأرض. لأنه المياه تتحرك بفعل الجاذبية، الجليد بتحرك بفعل الجاذبية طبعا على الانحدارات، حركة الكتل والسيديمنت على طبعا بتكون بفعل الجاذبية. هناك أيضا قوة أخرى ليست فقط الجاذبية، وإنما زي قوة السوالينج والشرينكينج والاكسبانشن والكونتراكشن، وعبارة عن قوة الانتفاخ والانكماش والتمدد والتقلص، وهي بتكون هنا الحركة الدودية للتربة. يعني إذا كان في عندي كتلة على سطح مائل بتسير بسرعة، لكن إذا في كان عندي صخور طينية أو صويل فإنه مع تعرضها للماء راح تنتفخ ثم ترجع تنكمش ثم تنتفق ثم تنكمش، وبالتالي تصبح كأنها تتحرك حركة دودية. وهذه الحركة تساهم في انتقال الرواسب على طول المنحدر، وبتكون حركة بطيئة، بتكون حركة بطيئة مقارنة بحركة الكتل الصلبة الضخمة. نفس الموضوع لو كان في عندي حرارة وتبريد، تمدد وانكماش تمدد وانكماش، وبالتالي فإن المعادن راح تتمدد ثم تنكمش ثم تتمدد ثم تنكمش، وبالتالي
راح يظهر عندي كأنه المعاد أو التربة تتحرك ببطء شديد جدا على طول المنحنى في عملية تسمى الكريبينج أو الزحف. الكريب أو عملية الزحف للسطح للتربة بشكل عام أو للرواسب بشكل عام. السويلز للسويل أو السيدمنتس. نشوف طبعا حكينا انه السويل بيكون حركتها ابطا بينما حركه الكتله بتكون اكبر. هنا بنشوف في هذه الصوره بنشوف ما يعرف باللاند سلايدز الانزلاقات الارضيه، وعندما بنشوف هنا كتله من كتله من السيدمنتس الرواسب شايفينها، اي كلها الكتله هاي كانت موجوده في هذا الفراغ، تعبي هذا الفراغ اللي هي خرجت منه بفعل عملية الانهيار الأرضي أو الانزلاق الأرضي. طبعا السبب قد يكون في عندنا صخور الكلي، الكلي لاير، وصخور الكلي هاي عبارة تنتفخ بفعل وجود الماء ثم تصبح زلقة وبالتالي تؤدي إلى انزلاق الكتلة إذا كان في سطح مائل. يعني لابد أن يكون هناك سطح مائل لكي يحدث الانزلاق، الانزلاق الصخري. والانزلاق اللاند سلايدز او الماس ويستنج هي عباره عن حركه بفعل الجاذبيه، هي عباره عن حركه بفعل الجاذبيه. والماس ويستنج از ا رابيد فورم زي ما حكينا، رابيد فورم اوف ايروجن ذات وركس برايمرلي اندر ذا انفلونس اوف جرافيتي ان ا كومباينيشن وذ اذر ايروجينال ايجنتس. يعني هي عباره عن ما يميز اللاند سلايدز او الماس ويستنج هي عباره عن حركه سريعه تحت تاثير الجاذبيه، حركه سريعه لكتل سواء الكتل هاي عباره عن صخور او سويل او طبقه تربه كبيره جدا، الحركه تبعتها بتكون فاست سريعه وانزلاق بيحدث بشكل مفاجئ دائما. وقد يكون may occur quickly and can result in either small or large scale change depending on the type of events. ممكن تكون يعني على مستوى قليل او على مساحة كبيرة جدا. الانزلاقات الارضية بتكون اما صغيرة واما كبيرة، طبعا مختلفة في الحجم حسب نوع الصخور نفسها، قد تكون جبل او سطح جبل او جزء من جبل، يعني متنوعة. وهي ايضا طبعا تندرج او ضمن ما يعرف بالماس موفمنت. بنشوف عندنا الماس موفمنت may be classified based on the movement mechanisms into six basic types. يمكن تقسيم حركه الكتل بفعل الجاذبيه تبعا لانواع الحركه الى ست انواع: الكريب والفلو والسلايد والهيف والفول والسبسيدنس. هاي عبارة عن أنواع الأساسية لحركة الكتل. طبعا هاي الأنواع حنشوفها الآن حنتكلم عليها، وهي تختلف مع بعضها عن بعضها البعض في بعض الأمور من حيث متعلقة بسرعة حدوث الانزلاق والعوامل التي تساهم في تكون هذا الانزلاق. مثلا بنشوف اول نوع اللي هو الروك كريب. الروك كريب وتو حكينا عليه قبل شويه، وهو عباره عن زحف الصخور او في هذه الحاله بيكون بشكل very slow plastic deformation. زحف الصخور بيكون very slow plastic deformation بمعنى انه حركه بطيئه جدا للصخور او السويل. هنا الصخور المقصود بها حكى بلاستيك ديفورميشن، واحنا شرحنا في المحاضره اللي فاتت مفهوم البلاستيك ديفورميشن لما تكلمنا عن البيهيفير تاع الروكس. البلاستيك ديفورميشن هو عباره عن صخور يعني قد تكون شبه صلبه او الصخور صلبه، ولكن يعني لاحظ هنا عندنا في الديفورميشن البلاستيك سوليد، هنا السلوك اللي بنتكلم عنه
السلوك تاع الصخور بسمى البلاستيك سوليد، وهو يؤثر على الصخور الصلبة في الغالب. يعني هذا النوع بيعبر عن الصخور الصلبة، بيكون في عندي هنا القوة على المحور الإكس وردة الفعل أو التشوه على المحور الصادي على المحور. وبنشوف أنه في حالة البلاستيك ديفورميشن، البلاستيك سوليد ديفورميشن، بنشوف أنه يبدأ حدوث الضغط ولكن لا يظهر أي استجابة إلا بعد فترة قليلة. يبدأ الصخر يتشوه وبعد ذلك تبدأ تزداد عملية تشوه تدريجيا مع زيادة الضغط. هذا السلوك هو المقصود بالبلاستيك ديفورميشن. البلاستيك ديفورميشن أي هو سلوك الريجيد روك، الصخور الصلبة، أنه بيحدث عندنا عملية ضغط ولا تظهر عملية التشوه إلا بعد ازدياد الضغط لمستوى معين، ثم بعد ذلك تصبح العملية طردية، بزيد الضغط بزيد التشوه. هذا هو ما يعرف بالبلاستيك ديفورميشن. يبقى الروك كريب is a very slow plastic deformation of soil or rocks and occur by gravity forces، ويحدث بفعل القوى الجاذبية. النوع الثاني الفلو. الفلو هو the movement of soil and semi-solid material including the precious flow and mud flow. يبقى الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني، الكريب بيحدث في الصخور الصلبة وفي بعض الصويل أحيانا، بينما بنرجع نشوف ما المقصود به اللي هو الإلاستيك سوليد، وهي عبارة عن الإلاستيك سوليد. هنا السلوك الثاني للسيمي سوليد اللي هو يبدأ مباشرة بحدوث تشوه مع زيادة الضغط. لاحظ أنه بيزيد في هنا الإلاستيك زي السيدمنتس أو السيمي سوليدز، في هذه الحالة بيكون في عندي ازدياد في ال. وهنا بنشوف كمان في سلوك المد. المد وهو في حال، لاحظ المد سلوكه مباشرة بيبدأ تشوه في المد اللي هو الفيسكس فلويد اللي هو بي بيعبر عن نوع اللي هو الفيسكس فلويد زي الطين أو الوحل، بينما A بيعبر عن الإلاستيك زي السيمي سوليد، وسي بيعبر عن السوليد روكس. لاحظ انه في الفيسكس فيش حد مرونة، المد كل ما زدنا الضغط كل ما زاد التشوه وبيبدأ مباشرة. والمد عشان بس من المد هو عبارة عن كلي زائد ساند زائد سيلت زائد ووتر، هذا خليط كله بديني المد، والمد ملوش حد للمرونة، يعني يستجيب مباشرة للقوة الضغط الواقع عليه. يبقى الفلو هنا ديبرايسز عبارة عن حركة للصويل، وهاي الحركة بتكون للصويل أو السيمي سوليد. وبنشوف احنا نحاول نرجيكم منظر للفلو تاع الدبرايسز. في المحاضرات السابقة احنا عرضنا جزء اعتقد في السلايد السابق اللي هو مظبوط هنا موجود. لاحظ هاي العبارة عن المروحة المكونة من السيدمنتس أو الصويل، وهي انتقلت بفعل الجاذبية من المناطق العالية والجبال إلى أسفل الوادي وكونت على شكل مراوح، وهي بسموها الألوفيال، بسموها الألوفيال فانز، الألوفيال فانز أو مراوح الألوفيال، وهي عبارة عن رواسب من السيدمنتس أو تدفقات الرواسب أو الصخور الفتات الصخري. نرجع على الفلو. الفلو موفمنت زي ما حكينا بيحدث في السويل، وهنا في شيء مهم جدا انه سرعة التدفق للسويل هاي او للسيدمنتس في قاعدة السويل ابطأ من سرعة التدفق في سطح السويل. لو بنشوف هنا في الرسمة هذا عبارة عن الديبرايسز فلو او تدفق الناتج للفتات الصخري، طبعا بدون ما هنا حركة بفعل الجاذبية، يعني انتقال السيدمنتس تدفقها وتنهار هاي السيدمنتس بتمشي في المجاء في الأودية بفعل الجاذبية تتدحرج ثم تصل إلى النهاية مكونة المراوح هذه أو تدفقات الفلو. وهنا لو أخذنا مقطع
لو اخذنا مقطع في هذه الديبرايسز بتشوف القاعده تبعتها وهنا السطح. بتلاحظ ان سرعه التدفق وهنا اتجاه direction of flowing، حركه التدفق هنا اتجاه تدفق هذا الاتجاه. القاعده بتكون ابطا من السطح، وهي عباره عن السويل. اخذنا مقطع زي ما قلنا في الديبرايسز فلو، هتلاحظ انه الحركه على القاع ابطا slower than the surface، والsurface faster than the bottom of the depressed flow. وبالتالي بتلاقي ان الحركه ابطا في القاع بسبب قوه الاحتكاك. هنا the rate of flow is low at the base of the flowing body and increases toward the surface، وتزداد تدريجيا كلما اتجهنا الى السطح. يبقى هنا شرحنا هذا المقطع المتعلق، المقطع في الديبرايسز حركتها تزداد من الأسفل للأعلى، كل ما تحركنا من الأسفل للأعلى في الديبرايسز كل ما كان الحركة على سطح أسرع من القاع، وذلك بسبب وجود قلنا الفريكشن فورسز، وهي القوة التي تعارض وتمانع حركة السيديمنتس. النوع الثالث وهو سلايدز، الانزلاق، سواء لاند سلايدز او سلايدز عادي. وهنا ما يميزه انه عباره عن الرابيد موفمنت. بالنسبه للكريب فيري سلو موفمنت، فيري سلو بلاستيك موفمنت. الفلو هو عباره عن برضه سلو موفمنت، لكن السلايدز عباره عن فيري رابيد موفمنت، هي حركه سريعه جدا لكتله او صخور تنزلق على طول الميل داون هيل اور ماونتن سايد. والانزلاقات الارضيه طبعا بتكون خطيره لانها بتكون سريعه ومفاجئه. بينما الفول، النوع الرابع هو الفول، وهو السقوط الحر في الهواء. الفول is the downward movement of the rock or soil occasionally through air، يبقى هو عباره عن سقوط حر في الهواء، لا يوجد احتكاك بين الصخور وسطح الأرض، وإنما بتكون عبارة عن كتلة معلقة في الهواء زي احنا بنشوف هنا. الكتلة بتكون معلقة تقع تحت تأثير الجاذبية، بفعل الجاذبية تنهار للأسفل وتسقط على الأرض بشكل flow falling down سقوط حر في الهواء. يبقى هذا الشكل الرابع من أشكال حركة أو أشكال تأثير الجاذبية على حركة على حركة الكتل على الماس موفمنت. هنا برضه الموضوع بنشوف قد تكون جرف معلق أو صخور معلقة، طبعا بتكون الطاقة تاعتها كامنة في الأعلى، بتكون الطاقة الكامنة عالية، وعندما تتحرك تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية. النوع الخامس احنا مش متكلمين عنه وهو الهيف، والهيف هو عبارة عن أشبه بالحركة الدودية اللي حكينا عليها قبل شوية المتعلقة بالكريب. الهيف هي أشبه بالكريب، وهي عبارة عن حركة نتيجة لانتفاخ الصخور بفعل الماء ثم انكماشها، يعني عبارة عن slow movement of sediments، هي عبارة عن slow movement of sediments، وبتكون طبعا بفعل السويلينج الانتفاخ ثم الشرينكينج او الكونتراكشن. حركه بسيطه بتكون في الغالب حركه للسيدمنتس، حركه للسيدمنتس هي حركه بيسموها الهيف، وهي انتفاخ الصخور ثم انكماشها ثم انتفاخها ثم انكماشها. طبعا بنتكلم عن صخور رسوبيه وصخور طينيه، وفي هذه الحاله بيكون بعد فترة زمنية بتلاحظ انه الكتلة تحركت وانتقلت. طبعا لازم يكون في سطح مائل وإلا مش هتتحرك، يعني كل هذا بنتكلم عن الحركة على سطح مائل. أما السبسيدنس، اللاند سبسيدنس، وهو الخسوف الأرض أو هبوط الأرض، وهنا يحدث بفعل إما الكيفيتي كولابس، هو سقوط الكهوف داخل بطن الأرض، أو بفعل المستوطنات السكنية والبناء العمراني.
اللي بيقوم بسحب المياه الجوفية من باطن الأرض وبالتالي يترك فراغ. هنا بنشوف بنراجع بعض الأشكال قبل أن نشرح اللاند سبسيدنس. هنا دي برايسز فلو في منطقة الأفلاش، هنا برضو دي برايسز فلو، كل هذا فلو، وهي أيضا الكريب، الزحف، لاحظ الزحف البطيء، الليترال سبريد، هنا تكلمناش عنه قبل هيك، هنا السقوط الحر، وهنا في عندنا الروك فول أيضا، وهنا برضو في دي برايسز فلو، وهنا بنشوف البلوك سلايدز، والسلايدز في عندنا نوعين حنتكلم عنهم، إما ترانزليشنال فلو وإما اللي هو الروتيشنال سلايدز. نجي على اللاند سبسيدنس، وقلنا اللاند سبسيدنس يحدث بسبب خروج إما الماء أو الغاز أو المعادن من باطن الأرض، وبالتالي عند خروجها واستخراجها من باطن الأرض يترك فراغ. هنا بنشوف مدينة طوكيو من 1992 إلى 1997 حصل هناك هبوط تقريبا يساوي 15 سنتيمتر عن سطح البحر أو عن مستواها القديم في مدينة طوكيو. طبعا السبب كان استخراج المياه. طبعا بصير في المدن المكتظة بالسكان عندما يتم سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية من باطن الأرض أو من الخزان الجوفي، هذا ينتج عنه أن الخزان الجوفي يصبح فارغا من الماء، وبالتالي يجب يحدث هناك انضغاط للتربة، يحدث هناك انضغاط. نرسم الموضوع هنا في مكان، نشوف لنا مكان فاضي هنا، لاحظ نرسم عندك خزان جوفي، نفترض هذا الخزان الجوفي يتكون من صخور الساندستون، حجر رملي، والتي تحتوي على كميات من المياه الجوفية. إذن إذا حفرنا بئر وتم استخراج المية من خزان جوفي بكميات كبيرة جدا وخلال فترة زمنية طويلة، يترك الماء فراغ مكانه عندما يخرج، وهذا الفراغ بيصير فيه هواء، وبفعل وزن المدينة ووزن الطبقات الصخرية أعلى منه بيحدث أنه بيصير في انضغاط في الصخور، وهذا الانضغاط ينجم عنه هبوط في الكتلة، وبالتالي راح يتحرك سطح الأرض بشكل بطيء جدا وغير ملحوظ إلا عبر عشرات السنين. راح نقدر نشوف الفرق هذا، راح يصير في عندي بفعل وزن الصخور أو المباني الموجودة على الأرض راح يصير في عندي هبوط زي ما احنا شايفين هنا، بيصير في هبوط بالشكل هذا تمام، وبالتالي راح تنزل سطح الأرض ويصير في خسوف بشكل غير ظاهر إلا عبر عشرات السنوات. نرجع هنا تاني للعوامل اللي تو حكينا عليها أو اللي هي أشكال اللاند أو الفلو الماس موفمنت. بنشوف هذا الكريب، حكينا على الكريب، لاحظ هنا الحركة الدودية اللي احنا نسميها حركة دودية لزحف التربة بفعل الميل، بفعل وجود سطح منحدر، وبالتالي بتتحرك هنا زي احنا شايفين كل سطح الأرض بيتحرك تدريجيا. طبعا زي ما قلنا دائما في هاي الحالة بيكون حركة السطح أسرع من حركة البوتوم، حركة السطح أسرع من حركة البوتوم، وهي زي ما حكينا تشبه كمان موضوع الهيف، ولكن الهيف له علاقة بانتفاخ التربة وانكماشها، وهنا بتعلق لاحظ هنا بنشوف صورة، هنا في عنا صخور، هنا في طريق، وهنا في عنا صخور رأسية ويعلوها طبقة من الصويل، يعلوها طبقة من الصويل، وهذا الصويل مع الوقت هو اللي بصير له عملية كريب. هذا الصويل لاحظ مع الوقت بصير له عملية زحف باتجاه الانحدار. طبعا
طبعا ومع الزمن هتلاحظ انه في تشوه هنا طبعا اتجاه الميل، هتلاحظ في تشوه في صخور الارض وفي الطريق، ثم ممكن انه هاي الطريق ينغمر او يندثر بفعل حركة الزحف. لاحظ كيف شكل الاشجار وشكل الفنس، السياج هنا كله اصبح مقوس بسبب حركة الكتلة الماس ويستنج او الماس موفمنت بروسيسز. وهي طبعا كل العامل المؤثر فيها هي الجاذبية، او العامل الاساسي لهذه الحركة هو الجاذبية. بنشوف ايضا هنا كما في المقطع السطح العلوي، هنا طبعا في عندنا حركة برضو كريب. السطح العلوي هو اسرع في الحركة من السطح السفلي اللي هو بيكون محتك بالقاعدة، عشان هيك بتلاحظ انحناء في الصخور باتجاه الميل اسرع في الطبقة العليا من الطبقة السفلى. واضح هنا تأثير الكريب في تغيير وحدات تشوه في الطبقات العليا للصعيد. الدبرايز فلو طبعا حكينا عنه، هو حركة الرواسب بشكل كبير جدا، سواء مد فلو، سواء صخور طينية رواسب طينية او رواسب تربة فتات صخري عادي. لاحظ انها تأتي من اعالي الجبال ذات الانحدار الشديد، وبيكون في نسبة تآكل عالية بفعل عمليات الويذرينج وعمليات التجوية، وبالتالي تنتقل هذه التربة بفعل الجاذبية من أعالي الجبال إلى سفوح الجبال مكونة المراوح اللوفيال، بسموها اللوفيال فانز أو بسموها الدبرايسز فلو. زي ما نشوف هنا، لاحظ هنا كريب تمام. موضوع الروك سلايدز أو الانزلاقات الأرضية، قلنا الانزلاقات الأرضية يجب أن يكون في سطح مائل طبعا، وتحدث في الغالب يعني مش دائما، في الغالب بسبب وجود صخور طينية في بين الطبقات. لاحظ في عندنا طبقة لايمستون في الأسفل، وفي الأعلى في طبقة ساندستون، وفي النص في طبقة كلي، والكلي هاي يمر عليها مصدر مائي. لاحظ هنا في نهر، والنهر بيحتك بطبقة الكلي، وبالتالي يؤدي إلى أنه يصير في عندنا تشبع لطبقة الطين بالمياه، مما يحدث لها عملية سويلينج تؤدي إلى انتفاخ الصخور الطينية. وإذا انتفخت الصخور الطينية فإنها راح تنزلق بفعل قوة الجاذبية وقوة الصخور الواقع عليها، وبسبب وجود سطح مائل، وبسبب وجود سطح مائل، وهذا يؤدي إلى انزلاقات أرضية طبعا مدمرة، وبتكون كارثية وبتكون سريعة ومفاجئة. يعني لاند سلايد هو سريع، very quick and move incredible speed and destruction. في موضوع السلايدز حكينا انه في عندنا نوعين من السلايدز، نوع بسموه روتيشنال سلايد ونوع بسموه ترانزيشنال سلايد. انزلاق لما يكون في صخور صلبة بيكون عبارة عن ترانزيشنال، لما يكون في صخور الشيل او السويل او الصخور الهشة الويك روكس بيكون عندنا روتيشنال. لاحظ هنا السلوب formed by the hard rocks typically fail by transitional faults. شوف الصورة هنا، شوف الصورة هنا، يبقى هذا عندنا هو عبارة عن الروتيشنال لاند سلايدز. زي ما قلنا الروتيشنال بيكون في الصخور اللي هي هشة وضعيفة، والترانزيشنال بيكون في الهارد روك في الصخور الصلبة. هنا فرق واضح بين نوعين من أنواع السلايدز، الصخور الهشة والمفككة والصخور الرسوبية بيكون فيها دائما انزلاق بسموه روتيشنال، وأما الصخور الصلبة بيكون فيها انزلاق يعني يسمى ترانزليشنال سلايدز. تمام، هنا الروتيشنال والترانزليشنال. الروك فول السقوط الحر، وقلنا هنا السقوط الحر بيحدث بسبب فعل قوة الجاذبية، وإن الجاذبية بتكون في صخور الطاقة الكامنة بتكون أعلى ما يمكن في الصخور. هنا الروك فول occur when the rock become
dislodge and potential energy become kinetic energy which cause the rock fragments to fall. زي ما حكينا بيكون في الصخور المعلقة، الصخور المعلقة بتكون فيها البوتنشال انرجي اعلى ما يمكن وهي الطاقة الكامنة، بينما بتكون الكاينتيك انرجي او الطاقة الحركية بتكون صفر. ومع فعل الجاذبية وبفعل الامطار وبفعل الجليد او العوامل الاخرى يؤدي الى تفكك هذه الصخور وسقوطها سقوطا حرا الى الاسفل، وبالتالي تصبح الطاقة الكامنة تتحول الى طاقة كاينتيك حركية وتصبح أسرع وأعلى ما يمكن، وتصبح الطاقة زي ما حكينا أعلى ما يمكن. يبقى الطاقة البوتنشال تتحول إلى كاينتيك مع السقوط. طبعا the rock may be loosened by a recent rainfall، يعني هاي الصخور ممكن أن تصبح مفككة ومخلخلة من خلال عملية الأمطار أو السنو ميلت ووتر أو عمليات إذابة الجليد، مياه الجليد. إذابة مياه الجليد بتكون مياه، المياه هاي بتؤدي إلى تفكيك وخلخلة بعض أنواع الصخور مما تسهل عملية السقوط الحر لهذه الصخور تحت وقع الجاذبية، تحت وقع الجاذبية. طبعا إذا سقطت من الأعلى إلى الأسفل فإنها حتراكم على القدم أو الفوت تحت الجرف مكونة ما تعرف بالتلوز، مكونة ما يعرف بالتلوز. طبعا كل قوة، نرجع، كل قوة تتكون من جزئين، driving forces و resisting forces. The forces which moves the earth material slope down slopes، القوة التي تحرك المادة إلى أسفل المنحدرات هي بسموها driving forces، وهي القوة اللي بتحرك الكتلة من الأعلى إلى أسفل المنحدر. بينما القوة الأخرى resistant forces، resisting forces، وهي القوة المعارضة أو الممانعة لحركة الكتلة، وهي في الغالب بسموها friction force أو قوة الاحتكاك، وهي القوة التي تحاول أن تحد من حركة الكتلة وتقلل من سرعتها. السيفتي فاكتور، هذا موضوع مهم جدا. السيفتي فاكتور هو عبارة عن the ratio of resisting forces to driving forces، هي عبارة عن النسبة ما بين قوة السحب وقوة المعارضة وقوة السحب، خلينا نقول بعربي قوة resistance forces على driving forces، بحيث إذا كان السيف فاكتور الاس اف اكبر من واحد بيكون السلوب از ستيبل، واذا كان اقل من واحد بيكون ان ستيبل. مفروض لو في عندنا احنا منحدر ما او جرف، سواء جرف صخري او جرف رملي او صخور غير ثابته او صخور معلقه، واحنا حابين نبني في هذا المكان او نتواجد في هذا المكان، فإحنا قبل لا نبني أو نتواجد لازم نعرف السيفتي فاكتور، هل السيفتي فاكتور أكبر من واحد أو أقل من واحد. إذا كان السيفتي فاكتور اللي هو زي ما قلنا الاس اف بتساوي الريزيستنس فورس، قوة الممانعة على قوة السحب، إذا كانت أكبر من واحد فإنه هذا السلوب ستيبل، وبالتالي هذه المنطقة آمنة يمكن أنك تبني عليها أو تتواجد فيها. وأما إذا كان أقل من واحد فإنه هاي المنطقة غير آمنة، وبالتالي هناك خطورة في التواجد في هذا المكان أو البناء، سواء تبني طريق أو تبني مبنى أو تعمل إشي، بالتالي يستحسن أن تبتعد عن هذا المكان. الجزء الثاني إن شاء الله حنتكلم عنه في المحاضرة القادمة، وعبارة عن الفلوفيال بروسيسز وعبارة عن سيرفيس رانينج ووتر.